عبد الرحمن كنت في مقابلة كبيرة في الرجاء البيضاوي، كيف شفتي المقابلة ديالو؟ صراحة نبغيو نهضروا على الكرة في مباراة البطولة الوطنية، ولكن تيوقعوا دي فيد مارش اللي ما تيخليوكش تهضر على الكرة. العموم تنظن بأن إلى جينا الأداء العام فالكار التاكسيكي ديال طارق سكيتيوي الحمد لله عطات الأكل ديالها، واستطعنا أننا نخنقوا ممرات اللاعب والأوتوماتيزمات اللي تعمد عليهم فريق الرجاء البيضاوي باش يسجل أهداف، وشفنا هذه مع الأندية اللي لعب معها خصوصا في كأس عصبة الأبطال الإفريقية. لكن قرارات تحكيميه تتهرس بكل صراحه مجهود ديال اسابيع، لان ما خصناش نبقاو نحكروا الفروق الصغيره، لان كل واحد عنده الاهداف ديالو. فريق الرجاء مع الوداد والجيش وفتح الرباطي يمكن تيكون عندهم اهداف انهم يحرزوا البطوله، حنا عندنا هدف ديال ربما نضمنوا البقاء في اسرع وقت ممكن، ويكون عندنا اهداف وطموحات اخرى اللي بكل صراحه نستحقوها. ما فهمتش الحكم رفض الهدف ديالنا في الشوط الاول، الا تنهضروا على ما عرفتش شنو القرار اللي خدا. دوزيام ميطون ضربت خطا واضحه ديال خابع عليا، دخل فيا برجل ديالو، قال اللعابه قال لهم الا بغيت نصفر خص الحواس اللي يمشي بوجهه، فهمت. جا ضربه جزاء عطاني صفر، قلت لي علاش؟ لان مشيت عند بوزوك كان عندنا مواجهه فاش كنت في الحسنيه مع بارادو، شديت ليه بينالتي قلت له واش ضربها في اليسار بحال الجزائر، جا عطاني صفر، قال لي علاش تقول الجزائر؟ ما عرفتش الجزائر ولات عندها حمايه في البلاد ديالنا، مع العلم ان الدوله هذه هاد الجار ديال السوء ديالنا مشاكل في البلاد ديالنا. حتى الطريقة الكلام ديالو مع اللاعبين، هذه رسالة للمدير التحكيم اللي فيها ناس أكفاء أنهم يعطيو المباريات للناس اللي يستحقوا وتكون عندهم النزاهة. أنا ما تنشككش السي زوراق، ولكن حجم مباراة بحال هكا بحضور جماهيري كبير والضغط خص حاكم تكون عنده تجربة. تنقولوا علاش الحكام ديالنا ما تيحكموش في كأس العالم ولا كأس العالم اللي باينة، لأن دائما كاين قرارات اللي تتمشي ضد المصلحة ديالنا. العموم هنيئا اللاعبين بالقتاليه ديالهم، الرجاء مبروك عليها الانتصار ديالها. ما قلناش بانهم خطفوا انتصار بقرار تحكيميه، وانما كرويا اظن بان كنا افضل. لو تحكم يعني تعطانا الهدف الاول اللي رفضوه بحكم ان اكرم نقاش دار خطا على خابه، يمكن ما عرفتش كانت تكون مباراه اخرى. ضربه جزاء ما عرفتش يقولوا يدوا راس كاين، ما عرفتش واش بصح كاين ضربه جزاء. العموم اظن بان التحكيم كان عنده تاثير على مجريات المقابله. نتمنى ان نفسيا هذا الشيء ما ياثرش علينا، ويخلينا ان شاء الله نزيدوا الطموحات ديالنا تكبر. وهارد لك اللاعبين بكل صراحه اللي اداوا مباراه، واستطعنا اننا نحرجوا انديه كبيره، لان الفريق فهو جديد على القسم الوطني الاول، عنده لاعبين نسبه مئويه كبيره، لاعبين شبان يلاه تيكتشفوا تيلعبوا في مباريات بهذا الحضور الجماهيري الكبير. نتمنى ان الحافز على الاقل يبقى معنا في مباريات اخرى ان شاء الله، باش اتحاد تورقه دائما يكون ذاك الخصم العنيد والمفاجاه السر هذا الموسم.